أتمت مجموعة كابيتال بنك الأردني اتفاقا للاستحواذ على أنشطة فروع بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في مسعى لتنويع وتوسيع عملياته. واتفق الطرفان على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق. وسيرفع الاتفاق أصول مجموعة كابيتال بنك بنحو الثلث إلى حوالي 3 مليارات و700 مليون دينار. يعني إذن تبعا لذلك انضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان سيد داود الغول الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك الأردن. أهلا وسهلا بك معنا سيد داود. ودعنا بدءا نقف على أهمية هكذا صفقة لمجموعة كابيتال بنك. شكرا أخ طيب لاستضافتي. زي ما تفضلت تم توقيع الاتفاقية يوم الأمس من قبل رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك معالي السيد باسم السالم والسيد سمير حنا رئيس مجلس إدارة بنك عودة بعد الحصول على جميع الموافقات وبعد الدراسات اللي أثبتت أهمية هذه الصفقة للطرفين. بالنسبة إلنا هاي الصفقة بتعزز من قوة مركزنا التنافسي بالسوقين، رح تزيد قيمة وصولنا زي ما تفضلت لفوق $5 بليون أو ما يعادل، رح تعطينا فرصة إنه نوسع لقطاع التجزئة في السوقين الأردني والعراقي، وهذا توجه استراتيجي لإلنا. جيد. هل هناك سيد داود أي خطط توسعية جديدة في المنطقة؟ المرحلة القادمة أخي طيب إحنا خططنا هي باستيعاب العملاء والأصول الجديدة من بنك عودة وتطوير منتجاتنا، لكن إذا سنح لنا فرص مشابهة لفرصة بنك عودة إحنا عندنا الملاءة المالية والقوة والقدرة إنه تأكسكيوت إشي مشابه، بس هذا كمان خاضع لأنه التوقيت يكون مناسب. جيد. ما هو تأثيرها على وجودكم في العراق وفي الأردن؟ إحنا أخي طيب البنك الأردني الوحيد اللي عنده بنك بالعراق، عندنا قدرة نربط الاقتصادين الأردني والعراقي مع بعض، وكما هو معروف العراق شريك استراتيجي بالتجارة وبالتبادل التجاري مع المملكة الأردنية. عندنا قدرة على خدمة الشركات الأردنية الراغبة بالتوسع بالعراق والعكس صحيح، الشركات العراقية الراغبة بالتوسع، فإحنا قادرين نخدم أي شركة في المنطقة مش بس بالأردن حتى أصحح كلامي إلها رغبة بالتوسع في السوق العراقي. جيد. هذا سيد داود فيما يتعلق بالنشاط الكمي. يعني دعنا نتساءل عن النشاطات النوعية الأخرى والإلكترونية على وجه التحديد. أنت تعلم أن جائحة كورونا أيضا فرضت واقع جديد فيما يتعلق بهذا الاتجاه. صحيح كلامك. إحنا كانت من البنوك اللي استثمرت بقطاع التكنولوجيا على آخر سنتين، وهذا جاب نتيجة إيجابية إلنا في المرحلة اللي زي ما تفضلت جائحة كورونا. البنك كان قادر على التعامل بالمنتجات التحول الرقمي وخدمة زبائننا، ورح نستمر بهذا الاستثمار. وإحنا عندنا وجهة نظر إنه التحول الرقمي هو ضرورة ومش إشي يعني عندك الخيار، فهذا التوجه موجود عندنا ورح نستمر فيه. نعم سيد داود، فيما يتعلق بهذه المتغيرات الجديدة وانعكاساتها ربما وتأثيراتها على الموظفين من جهة وعلى الالتزامات أيضا، هل من ممكن أن يحدث ثم التغيير؟ إحنا أخي طيب ملتزمين لجميع الكوادر بالأردن والعراق، بالعكس إحنا مبسوطين بإضافة هاي الكوادر لطاقمنا ولعائلتنا، وما في نية للتغيير على الإطلاق. عندنا القدرة على استيعابهم، عندنا على القدرة على النمو بوجود الإخوان من مصرف عودة معنا بفريقنا وأسرتنا. السيد داود الغول الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك كنت معنا من الحاضرة الأردنية عمان. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق. شكرا.